الكاظمي يبدأ أولى جولاته الخارجية إلى طهران بعد أن كانت مقررة إلى الرياض. وتشير المصادر إلى أن إيران أرسلت حلفائها في العراق إلى الكاظمي ليبدأ حركته الخارجية من طهران. وعندما فشلت جميع في إقناع الكاظمي جاء ظريف للعراق وحاول إقناع الكاظمي، لكنه أصر على السفر للسعودية أولاً. هنا بدأت الحركات العسكرية بقصف السفارة الأمريكية بعد مغادرة ظريف المنطقة الخضراء بدقائق. وعلى قول المثل شلون بعركة الجار والخطار، حقيبة الكاظمي تحمل في طياتها الربط الكهربائي مع الخليج وتقييد حركة المقاومة لحصر السلاح بيد الدولة. كيف سيقنعهم بالعودة للعمق العربي؟ زيارة الكاظمي للرياض ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار، كما سيتم الإعلان عن افتتاح معبر عرعر الحدودي مع السعودية. وستبحث أيضاً التعهدات المالية التي وعدت السعودية بمنحها للعراق خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت عام 2018. هنا فتح الناشطون باب التهكم على الكاظمي، مذكري بملعب كرة القدم الذي أهداه الملك سلمان إلى العراق والذي أصبح في طي النسيان. وأطلق السياسي العراقي أياد جمال الدين هاشتاج تشاوين الملعب يا سلمان. وكذلك طالب الكاظمي أن يفتح باب التعويضات للعراق بسبب عدد الانتحاريين الذين جاءوا من السعودية للعراق. وبين مطرقة طهران وسندان الرياض الكاظمي في وضع لا يحسد عليه. لكن سماءك منفرة وطريق فمسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود.